بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس التاسع في الكهرباء والمغناطيسية، وهو الدرس الأول في النواقل المتوازنة فيديو رقم 48. نتطرق في هذا الدرس إلى تعريف النواقل المتزنة وخصائصها، نظرية كولومب، قدرة السطوح الحادة، ونختتم الدرس بتمرينين مع الحل. تعريف: نقول عن ناقل أنه في حالة توازن كهروساكن إذا كانت كل الشحنات المتواجدة بداخله ساكنة، معناه لا توجد حركة للشحنات داخل هذا الناقل الذي نسميه الناقل المتوازن. خصائص أو خواص النواقل المتزنة، وهي أن الحقل الكهربائي داخل هذا الناقل إذا كان ناقل متوازن فإن الحقل الكهربائي معدوم، الكمون ثابت، ومجموع الشحنات المتواجدة داخل هذا الناقل تساوي الصفر، توجد شحنات ولكن مجموعها يساوي الصفر. والخاصية الرابعة هي أن شعاع الحقل الكهروساكن عمودي على سطح الناقل. إذن الحقل الكهروساكن داخل الناقل المتزن معدوم، لماذا؟ لأن بكل بساطة بما أن الشحنات قلنا أنها ساكنة، فمعنى هذا أن القوة الكهربائية غير موجودة، لا توجد أي قوة كهربائية، ونعرف أن القوة الكهربائية تساوي كي في أ، هذه المعادلة معدومة، معناها أن أ يساوي الصفر، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية: يتعامد شعاع الحقل الكهربائي مع سطح الناقل المتوازن. لماذا كذلك هنا؟ هذا راجع لكون خطوط الحقل مماسية لشعاع الحقل وهي متعامدة مع السطح كذلك، ولهذا فإن شعاع الحقل الكهربائي خارج الناقل المتوازن هي عمودية على السطح. الخاصية الثالثة: يشكل الناقل المتوازن حجما متساوي الكمون، معناه أن الكمون يساوي نفس القيمة في جميع نقاط الناقل المتوازن. إذا كانت V تساوي ثابت فلماذا؟ عرفنا أن فرق الكمون بين نقطتين M وM فتحة معرف بالعلاقة الكمون العنصري يساوي ناقص E في DL، DL هو الانتقال العنصري. إذا كانت V تساوي ثابت أو إذا كان E معدوم، فإن معناه إذا قمنا بالتكامل فإن V يساوي ثابت، ففي كل نقطة داخل الناقل المتوازن V يساوي ثابت. إذن السطح الخارجي للناقل هو كذلك سطح متساوي الكمون، مما يؤكد تعامد شعاع الحقل الكهربائي مع سطح الناقل. الخاصية الرابعة: الشحنة داخل الناقل معدومة وتتموضع على سطح الناقل. إذن داخل الناقل مجموع الشحنات يساوي صفر، ولكن على سطحه تتراكم الشحنات. لماذا؟ بما أن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات فإن الشحنة داخل الناقل معدوم. الشحنة الكهربائية المتحركة والمتبقية تتراكم على السطح حتى يصبح الحقل الذي تنتجه هذه الشحنات مساويا للحقل الخارجي المطبق على هذا السطح، مما يؤدي إلى حالة التوازن، ولهذا نقول الناقل أو النواقل متوازنة. إذن ما عليكم إلا حفظ هذه الخصائص الأربعة. نظرية كولومب: النص بجوار ناقل متوازن. قبل قليل كنا ذكرنا الخصائص داخل الناقل المتوازن، الآن نظرية كولومب تعطينا بجوار ناقل متوازن الحقل عمودي على سطح الناقل كما قلنا،
وتنقصنا عبارته، وهي الآن شدته، شدة هذا الحقل الكهربائي بجوار الناقل المتوازن تساوي سيغما على إبسيلون صفر، علما أن سيغما تمثل الكثافة السطحية للناقل، معنى عدد الشحنات في على وحدة المساحة، معنى كولومب على المتر مربع، وإبسيلون صفر كما تعلمون هي سماحية الفراغ. تغير الحقل الكهربائي عند عبور سطح الناقل نلخصه في هذا البيان. أولا داخل الناقل قلنا أن E يساوي صفر، خارج الناقل وبجواره وحسب نظرية كولومب فإن E تساوي سيغما على إبسيلون صفر وهو ثابت. بين هذه النقطة وهذه النقطة هنا السطح، سطح الناقل كيف يكون E؟ يكون متغير من الصفر حتى سيغما على إبسيلون صفر. الذي يهمنا هي القيمة المتوسطة، معناه بين E تساوي سيغما على إبسيلون صفر و E تساوي صفر. بالطبع القيمة المتوسطة هي سيغما على 2 إبسيلون صفر. نعود إلى خصائص الناقل المتوازن نستكملها بهذا النظرية التي تعرفنا عليها الآن. إذن هذه الخصائص داخل الناقل المتوازن، خارج الناقل E تساوي سيغما على إبسيلون صفر كما وجدنا هنا حسب نظرية كولومب، وعلى السطح الناقل وبالقرب منه فإن E تساوي القيمة المتوسطة وهي سيغما على 2 إبسيلون صفر. الضغط الكهروساكن ليكون دي اس اكستيريور خارجي، معناه سطح عنصري خارجي لناقل متزن او متوازن. دي كي كما نعرف فهي سيغما في دي اس، شحنة عنصرية يحملها السطح العنصري دي اس الخارجي. دي اف هي القوة الكهربائية العنصرية المطبقة على هذا السطح العنصري. هذه القوة ناتجة عن التنافر الحاصل بين الشحنات على السطح والشحنات الأخرى. DF نعرف أنها تساوي DQ في E، في هذه الحالة عندنا E موين، E متوسط، يساوي سيغما في DS الخارجي ويساوي سيغما على 2 إبسيلون صفر، بويسك E متوسط يساوي سيغما على 2 إبسيلون صفر. بالطبع نكمل الحساب فنصل إلى هذه العبارة، DF سيغما مربع على 2 إبسيلون صفر في DS خارجي، DF على DS الخارجي، وهنا هي النسبة بين قوة وسطح، وهذا نعرفه أنه يسمى بالضغط. في هذه الحالة بما أننا نحن في حالة الكهرباء نسميها الضغط الكهروساكن ونرمز إليه بـ PE، ويساوي مربع أو الكثافة السطحية للشحنة سيغما مربع على 2 إبسيلون صفر. نصل إلى تعريف الضغط الكهروساكن، هو القوة الكهربائية المطبقة على واحدة السطح. PE يساوي مربع سيغما على 2 إبسيلون صفر. PE هو مقدار سلمي ودائما موجب، ووحدته هي الباسكال ونرمز إليه بـ PA. يمكن اعتبار هذا الضغط الكهروساكن أنه القوة التي بإمكانها نزع الشحنات من الناقل. قدرة السطوح الحادة أو بوفوار دي بوينت، تميل الشحنات إلى التراكم على السطوح الحادة. ماذا نعني هنا بالسطوح الحادة؟ هي السطوح التي يكون نصف قطرها أو قطر انحنائها صغيرا، ممكن أن تكون كرة ولكن نصف قطرها صغير فتعتبر سطح حاد. تفسير، يمثل الشكل ناقلين كرويين لكل واحد منهما خصائصه وهما موصلين بسلك، الكرتان لهما نفس الكمون V و V ولكن ليس لهما نفس
نصف القطر، ولا يحملان نفس الشحنة، وليس لهما نفس الشحنة أو الكثافة الشحانية السطحية. الكورتان لهما نفس الكمون لأنهما موصلتين بسلك توصيل، إذن كمون هذه الكرة يساوي كمون هذه الكرة. نعرف أن الكمون الكهربائي يساوي 1 على 4 إبسيلون صفر، نرمز إليه هنا بك، كي 1 على R 1، الشحنة التي تحمل هذه الكرة على نصف قطرها، تساوي ك في كي 2 على R 2. نعوض ك ب 1 على 4 إبسيلون صفر، وكي 1 تساوي سيغما 1 في سطح الكرة، أي 4 بي R 1 مربع هو سطح الكرة الأولى على R 1، يساوي 1 على 4 بي إبسيلون صفر سيغما 2، 4 بي R 2 مربع سطح الكرة هذه على R 2. بعد عملية الاختزال نصل إلى سيغما 1 في R 1 تساوي سيغما 2 في R 2. هذه المعادلة لا تتحقق إذا كانت R2 أكبر من R1 إلا إذا كان سيغما 1 أكبر من سيغما 2، معناه أن الكثافة الشحانية للكرة الصغيرة أكبر من الكثافة الشحانية السطحية للكرة الكبيرة. ما معنى هذا؟ هذا يدل على أن الشحنات تميل إلى التراكم على السطوح الحادة، أي السطوح التي لها نصف قطر الانحناء الأصغر. نجد تطبيقاتها في واقية الصواعق. لابد أنكم لاحظتم أن على سطوح العمارات يوجد ناقل حاد. لماذا هذا الناقل الحاد الموصول بالأرض؟ لأن عندما تكون الغيوم وتحدث صاعقة فإن الشحنات تتجه نحو هذا الناقل فيلتقطها وتذهب إلى الأرض، وهذا يحمي العمارة من الأضرار المحتملة. كذلك تطبيق هذه قدرة السطوح الحادة تطبيقاتها نجدها في الطائرات، الأطراف المعدنية الحادة المشدودة بأجنحة الطائرات. الطائرة لما تطير في عاصفة فلا بد أن هناك صواعق، إذن لا بد أن هناك كهرباء، لا بد أن هناك شحنات كهربائية. هذه الشحنات الكهربائية تفضل أن تتجه نحو السطح الحاد، أي حول هذه الأطراف المعدنية الحادة لكي لا تتضرر الطائرة. تمرين: نعتبر كرة معدنية نصف قطرها R وشحنتها الكلية Q. أولا، في حالة التوازن كيف تتوزع الشحنات في الناقل؟ ثانيا، استنتج عبارة الكثافة السطحية للشحنة سيغما بالكولون على المتر مربع. ثالثا، كم يساوي الحقل الكهربائي داخل الناقل؟ رابعا، بتطبيق نظرية كولومب تحقق أن على سطح الناقل E يساوي هذه العبارة. خامسا، باستعمال نظرية غوس بيّن أن شدة الحقل الكهربائي المتولد على البعد R، علما أن R أكبر أو تساوي نصف قطر الكرة من مركز الناقل هي هذه العبارة. الجواب: في حالة التوازن تتوزع الشحنات بانتظام على سطح الناقل كما قلنا في الدرس، أي على سطح الكرة، داخل الناقل الشحنة الكلية معدومة. هذا هو الجواب على السؤال الأول، لا توجد هنا صياغة رياضية. إلى السؤال الثاني: عبارة الكثافة السطحية للشحنة. نحن نعرف أن سيغما تساوي النسبة بين الشحنة والسطح. الشحنة التي تحملها هذه الكرة، بما أن لدينا كرة فإن سطحها يساوي 4 بي آر مربع، لما نعوض S هنا ب 4 بي آر مربع نتوصل إلى عبارة الكثافة السطحية للشحنة، وهي Q على 4 بي آر مربع، بالطبع الكولون على المتر مربع.
إلى السؤال الثالث، كم يساوي الحق الكهربائي داخل الناقل؟ هنا كذلك الجواب بسيط، نعرف أن في ناقل متوازن يكون الحق الكهربائي أو الكهروساكن معدوما. السؤال الرابع، بتطبيق نظرية كولوم نتحقق أن على سطح الناقل E تساوي هذه العبارة. الجواب يكون كالتالي، نعرف أن E يساوي سيغما على إبسيلون صفر، كنا قد وجدنا عبارة سيغما، نعوض سيغما بعبارتها التي هي كو على 4 بي ار مربع، إذن والكل على إبسيلون صفر، فتصبح لدينا العبارة هي 1 على 4 بي إبسيلون صفر كو على ار مربع، وهو المطلوب. خامسا، باستعمال نظرية غوس بين أن شدة الحقل الكهربائي المتولد على البعد ار، علما أن ار أكبر أو تساوي R من مركز الناقل، هي هذه العبارة. لتطبيق نظرية غوس نعتبر سطحا كرويا مغلقا نصف قطره R، بحيث كل الشحنة تكون داخل هذا السطح. تدفق الحقل الكهربائي الساكن عبر سطح غوس هو ES، ويساوي E في سطح الكرة اللي هي 4 بي R مربع. وعليه فإن شدة الحقل الكهروساكن الناتج على البعد R الصغيرة من مركز الناقل هو، نعوض هنا S ب4 بي R مربع في E، يساوي Q على إبسيلون صفر، الشحنة الداخلية على إبسيلون صفر حسب نظرية غوس. والنهاية هي أن E يساوي 1 على 4 بي إبسيلون صفر Q على R مربع، ولا ننسى أبدا الوحدة فولت على المتر. تمرين ثاني، كرة معدنية نصف قطرها R يساوي 1 متر وتحمل شحنة كهربائية إجمالية Q، نوصلها بواسطة سلك توصيل إلى كرة نصف قطرها R2 وغير مشحونة في البداية، موضوعة على مسافة كبيرة من الكرة الأولى بحيث تخضعان لنفس الكمون. في التوازن، ما هي قيمة الشحنة على كل كرة بعد توصيلهما مع بعض؟ وهذا هو النص باللغة الفرنسية أمامكم. الحل، الكرتان في نفس الكمون، معناه V1 يساوي V2، وهذا بسبب ربطهما بهذا سلك التوصيل. نعرف عبارة V اللي هي 1 على 4 بي إبسيلون 0 كي 1 على R1 بالنسبة للكرة R1، و 1 على 4 بي إبسيلون كي 2 على R2 بالنسبة للكرة التي نصف قطرها R2. بعد عملية الاختزال نتوصل إلى هذه العبارة، هنا عندنا مجهولين ولكن معادلة واحدة، لا بد من البحث عن معادلة ثانية. نأتي بالمعادلة الثانية من مبدأ انحفاض الشحنة، حيث لدينا الشحنة Q التي كانت موجودة في الأصل على هذه الكرة، الآن هي موزعة على الكرة هذه والكرة هذه، إذن Q تساوي Q1 زائد Q2، أصبح لدينا معادلتين ذات مجهولين، ومنه فإن الحل يكون كالتالي، من هذه نستنتج Q1 تساوي Q2 R1 على R2، ثم في هذه المعادلة نعوض Q1 بقيمتها التي وجدناها هنا، فنحصل على هذه العبارة، إذن Q2 تساوي Q على 1 زائد R1 على R2. من هذا كله نستنتج أن Q2 تساوي بعد التطبيق العددي 3 على 13 10 ناقص 9 كولون، و Q1 10 على 13 10 ناقص 9 كولون. نمر إلى السؤال الثاني، برهن أن الكثافة السطحية للشحنة سيغما 1 على الكرة R1 هي أصغر من الكثافة السطحية للشحنة سيغما 2 على الكرة R2، على ماذا تدل هذه النتيجة؟ نص باللغة الفرنسية والحل، من المعادلة الأولى التي وجدناها نستنتج المعادلة التي كنا قد وجدناها هي هذه، Q1 على R1 تساوي Q2 على R2، بعد تعويض Q1 بسيغما 1 في السطح اللي هو 4 بي R1 مربع الكل على R1 تساوي Q2 اللي هي هذه على R2، بعد عملية الاختزال نصل إلى هذه المعادلة. هذه المعادلة يمكن أن تتحقق بهذا الشرط،
حيث R2 أصغر من R1، معناه أن لابد أن سيغما 1 هي أصغر من سيغما 2، معناه أن الكثافة السطحية للشحنة على الكرة الصغيرة أكبر من الكثافة السطحية للشحنة على الكرة الكبيرة، عكس الشحنة. الشحنة على الكرة الكبيرة وجدناها عدديا أنها أكبر من الشحنة الكهربائية الموجودة على الكرة الصغيرة، ولكن التوزيع الشحن يكون العكس، معناه أن سيغما واحد هي أصغر من سيغما 2، وهنا عندنا كي واحد أكبر من كي 2. الشحنة تميل للتراكم على سطح على السطوح الحادة، وهذا مفهوم قدرة السطوح الحادة، وهذا هو الجواب على السؤال على ماذا تدل هذه النتيجة. سؤال ثالث، بين أنه بالتالي هذه المعادلة صحيحة، نهمل في المسألة تأثير سلك التوصيل. الجواب، بتطبيق نظرية غوس يمكننا حساب الحقل الكهربائي على سطح الكرة ES تساوي الشحنة الداخلية على إبسيلون صفر. هذا معناه أن سيغما في S اللي هي الشحنة الداخلية على إبسيلون صفر تساوي E في S. بعد اختزال S مع S تبقى لنا E تساوي سيغما على إبسيلون صفر. نعرف أن الحقل الكهربائي على السطح يساوي سيغما واحد على إبسيلون صفر حسب نظرية كولومب. كذلك الحقل الكهربائي على سطح الكرة الثانية هو سيغما 2 على إبسيلون صفر دائما حسب نظرية كولومب. وكنا قد وجدنا أن R1 في سيغما 1 تساوي R2 في سيغما 2، معنى أن سيغما 1 على سيغما 2 تساوي R2 على R1. من كل هذا نستنتج لما نقوم بقسمة E1 على E2، معناها هذه على هذه، بعد أن نعوض سيغما واحد على سيغما 2 بR2 على R1 نجد هذه العبارة التي طلب منا أن نبرهن عليها. إذن هنا استعملنا في نفس الوقت نظرية غوس ونظرية كولومب. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، إلى اللقاء في الدرس القادم، دائما في الكهرباء والمغناطيسية الدرس العاشر، ولكنه الدرس الثاني في النواقل المتوازنة، فيديو رقم 49، نتعرف فيه على السعة الذاتية لناقل منفرد في الفضاء، ظاهرة التأثير بين النواقل المشحونة، نظرية العناصر المتناسبة، سعات ومعاملات التأثير، ونختتمها بتمرين. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم كل النجاح، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كانت هذه الدروس تهمكم، والسلام عليكم.